يفترض الحكومة مثل ما قررت أن القرار المخصصات القرار المرفوض من 1/4 والآن النواب أجمعوا على رفضه، والحكومة يعني يفترض أنها تسحب هذا القرار على اعتبار أنه قرار مجحف في حق المرضى ومثل ما بينا في الكلمة. لكن اللائحة اللي صدرت من وزير الصحة، يعني الأخ الوزير يقول قرار المخصصات قرار مجلس الوزراء، طيب اللائحة أنت وزير مختص، فاللائحة يصدرها الوزير المختص، فأنت صدرت اللائحة وطبقتها من قبل أمس الاثنين، وإحنا الآن قاعد نشوف معاناة المرضى وشلون يتبهدلون من المستشفى. اليوم يكلموني ناس يروحون حق الإدارة يقولك لا اللائحة تقول روح مستشفى الخاص فيك، راح المستشفيات الخاصة فيهم قالوا لهم ما جتنا أوامر بالتطبيق ولا عندنا النماذج، يعني حتى القرار اللائحة مستشفى غير والإدارة العلاج الخارج غير. نوه الحكومة إذا كانت تريد التعاون مع هذا المجلس وتمددها التعاون، نحن ما ديننا التعاون، ولكن إذا كانت هناك قرارات تعسفية بهذا الأمر وخصوصا في العلاج بالخارج فالحكومة تقطع يد التعاون، هي من قطعت يد التعاون ليس المجلس. واليوم على الحكومة أن تتعهد تعهد واضح وصريح بتجميد هذا القرار لحين دراسته في اللجنة الصحية وصياغة تقرير لهذا الأمر وإعادة المجلس التصويت عليه. وإن كانت الحكومة ووزير الصحة بالذات نقول له كل احترام وتقدير، إذا كان يريد التعاون فليسعى مع المجلس ومع اللجنة الصحية لحل هذا الأمر ولا يكون ضحية موقف الحكومة. اليوم المجلس جميعا مستاء وإخوان النواب جميعا مستاء من هذا الأمر، وقرارات العلاج في الخارج لا يجب أن تكون بهذه الصورة الغير واضحة.